مرحبا، معكم دكتورة سماح وهبي، أخصائية بالأمراض الجلدية والتجميلية، مشفى الدكتور سليمان حبيب، مدينة دبي الطبية. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. أنا حابة أحكي شوي عن اللي بيصير معنا نتيجة الصيام، وطبعا عاداتنا وعادات النوم تبعنا بدأت تتخلط. طبعا هذا الشيء كلياته رح ينعكس على بشرتنا بسبب نقص السوائل نتيجة الصيام الطويل، وطبعا خربطة النوم. هلا أنا بحب إني هيك أعطي بس هيك نصيحة صغيرة مشان نحن كل عام وانتم بخير، يجي رمضان ونحن بشرتنا حلوة. لازم أول شيء طبعا نعوض السوائل، لأنه نحن عم نقعد وقت طويل بدون ما نشرب مي. والشغلة الثانية، حلو كتير إنه نحن نعمل جلسات نضارة وفيتامينز، بيجي العيد ونحن بشرتنا حلوة وهيلثي. وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم.